المستقبل في هذه الأثناء. معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري أبو الشباب والرياضة. معالي الوزير سعد الله مساك بالخير، ألف ألف مبروك لك. أنت يعني قبل المباراة تابعنا خبر في وكالة الأنباء اليمنية سبا بمبلغ محترم حقيقة، 1,000,000 ريال لكل لاعب يمني. بلا شك هذا أعطى معنوية كبيرة جدا للاعبين، فالكلمة لك والفرحة لكل أبناء الوطن. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على هذا الإنجاز وعلى هذا النجاح وعلى هذا الفوز المستحق. وأسعد الله مساك أخي وعلى قناتك الكريمة وعلى الضيوف الحاضرين معك في الاستديو، وأمسي على كل أبناء الشعب اليمني الذي نهدي إليهم هذا الفوز وهذا النجاح، ونهدي إليهم هذا الفوز التاريخي في النسخة الثانية لغرب آسيا. وشكرا لكل لاعبينا الأبطال الذين كانوا في الملعب صنعوا اليوم ملحمة كروية للمنتخب اليمني ولليمن، واستطاعوا اليوم أن يفوزوا بغرب آسيا بهذا الكأس الكبير. وأيضا كان هناك في الأمس عندما كنا نتحدث نحن أنت أخ علي في المقابلة، نعم، قلنا كانت هناك توجيهات فقامت رئيس الجمهورية دكتور رشاد العليمي وأيضا المجلس الرئاسي وأيضا توجيهات رئيس الوزراء بحضور الوزارة في السلطنة، وكان ابتعاث الأخ العزيز صالح الفقيه على وفد على رأس الوفد يحضر مع هذا المنتخب الذي شرفنا. ونقول بأن اليوم غبرنا هذه الاحتفالات في الداخل والخارج، ونحن نرى المئات الآلاف اليمنيين اليوم في الشوارع وفي الساحات وفي الملاعب الرياضية وهم يهتفون باسم اليمن، وأيضا يشجعون ويشكرون هذا المنتخب الأمل الذي حقق اليوم هذا الفوز وهذا الانتصار ورسم أيضا البسمة على شفاء كل اليمنيين. شكرا لكل الجماهير اليمنية التي حضرت في طلالة والتي امتلأت مدرجات هذا الملعب الكبير بالنساء والرجال والأمهات والأطفال الذين عملوا لوحة واحدة هي لوحة اليمنيين المؤازين لهذا المنتخب. منتخب جميل قدم كل فنيات كرة القدم، وكنا على أعصابنا في الدقائق الأخيرة، ولكن كان ثقتنا بأن هذا المنتخب بإذن الله سيحصل وسيحصد أيضا ثمار كل المباريات السابقة وكل النتائج التي حققها. واليوم هذا الإنجاز وهذا العمل التاريخي لهذا المنتخب والاتحاد كرة القدم، أيضا الشكر لكل الجماهير، وأيضا يدفعنا نحن في وزارة الشباب والرياضة في الحكومة وفي الرئاسة إلى دعم هذا المنتخب. وأنا أقول من أمام أيضا هذه القناة الكبيرة أوجه أيضا إلى رؤوس الأموال وإلى التجار وإلى كل المحبين لهذا المنتخب أن يكون هناك دعم حقيقي للمنتخبات وللرياضة، هذه الرياضة التي تجمع كل اليمنيين. ألف مبروك للشعب اليمني وألف مبروك لهذا المنتخب الكبير. نعم، معلش معي الوزير، أدري أنه الأمر ما يزال مبكر، ولكن هل من تنسيق مع الاتحاد العام لكرة القدم لبرنامج تكريم هذا المنتخب خلال الأيام القادمة؟ والله نحن تلقينا قبل قليل دقائق توجيهات من فخامة الرئيس بالتواصل مع بعث المنتخب ومع اتحاد كرة القدم لتكريم هذا المنتخب، وإن شاء الله سيحدد التكريم في المكان وفي الزمن المحدد. وهذا استحقاق، والتكريم الحقيقي إن شاء الله هو من خلال إنجاز كل ما يحتاجه هؤلاء الشباب وهذا المنتخب من رعاية ومن دعم للمواجهات إن شاء الله القادمة في آسيا وفي غيرها، وإن شاء الله سيكون تكريم يليق بهذا المنتخب أمام فخامة الرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ودولة رئيس الوزراء. يعطيك ألف عافية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري.